لحد هو فعلا على قدر المسؤولية، حد جمهور النادي الأهلي كل ما بيشوفه بيشعر ان فعلا النادي الأهلي عنده حارس عملاق هو محمد الشناوي. لما تفكر كده وتسترجع الفترات السابقة بعيدا عن دور اللاعب جوه أوضة اللبس، وده حاجة مهمة جدا كمان داخل الملعب، دور محمد الشناوي في الدوري الماضي، دور محمد الشناوي في كأس العالم للأندية، دور محمد الشناوي في كأس مصر، دور محمد الشناوي حتى في الموسم الحالي، انت عندك حارس فارق بمسافة كبيرة عن الآخرين. ولكن طبعا كل دي لقطات لمحمد الشناوي، محدش يقدر ينكر تأثير محمد الشناوي اللي فعلا بقيت بتتفرج على النادي الأهلي وانت شايف فكرة الحارس اللي تصنيفه في جاب بينه وبين أي حارس آخر. من زمان ما كناش حسينا الحته دي. ده اللي انا عايز اقول، ان احنا بقينا نمتلك حارس مرمى يسير على نهج اساطير النادي الاهلي من فتره طويله، وتقريبا منذ رحيل عصام الحضري، نسميها رحيل، ما لقيناش حارس مرمى يوصل للمستوى ده بالاداء ده بالرقيه ده، مش بس موسم واحد، لان ممكن تمر حارس يقدم موسم على اعلى مستوى، لكن فكره الاستمراريه في الاداء، فكره النقطه اللي اشار اليها فارس، فكره كابتن وداخل غرفة خلع الملابس، وفكرة ان انا قلت قبل كده وتحديدا قبل بطولة دوري ابطال افريقيا وقبل نهائي دوري ابطال افريقيا، قلت البطولة دي بطولة مخلصين، فشارت القيادة على كتف محمد الشناوي ممكن تكون بشكل او باخر وصلتنا ان يكون معانا توفيق في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا ويحقق الانجازات دي. لكن في حد يا فارس ما بيشوفش الانجازات دي خالص، ما بيشوفش الانجازات. استاذ عمرو الدرديل ببساطة جدا دايما بيطلع يقول آراء. في الأول أنا هكلمكو إحساس الشخص بعيدا عن الكاميرا خالص، في الأول كنت بتضايق منه وبحس إن الموضوع فيه نوع من الإساءات دايما والتطاول، بعد كده والله بدأت أتعامل بالموضوع بشكل إن هو شيء أشبه إلى الكوميديا. ليه؟ لما دايما تحط السم في العسل دي الحاجة اللي أنا بخاف منها، تطلع تتكلم كلام منظم يدعي الحكمة وتحط فيه مجموعة من الأكاذيب اللي أنا كمتلقي ممكن للحظة تلعب في أفكاري وعقلي الباطن، فأبدأ بعد كده حتى لو ما صدقتكش دلوقتي لما أشوف حاجة بعد كده عقل الباطن يطلع الأفكار اللي أنت كنت قايلها ويبدأ كلامك يأثر عليا. والبعض بيحاول يطلع ترند فيبدأ كل كلامه نوع من أنواع السخرية، فيبدأ يفقد مصداقية رأيه، فيبدأ يطلع أفكار وأراء غريبة جدا هي مدعاة إن أنت تسمعها وتعرضها مش كنموذج للرد، لا كنموذج إزاي لما يبقى عندك تربص يخرج الرأي في الشكل ده من الشطف. نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعقب. محمد الشناوي يعني إصابة خلال ساعات هتطلع جمهور الأهلي الآن؟ لا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله تبقى إصابة خفيفة، لكن الشناوي رفع حته ثانيه بجد. يعني الشناوي خلاص، يعني لا الشناوي خلاص بدليل الهدف اللي دخل هو امبارح ده رفع حته ثانيه خالص. خطأ يا جماعه، كل خطأ حائط. ايه يا عمرو ارجوك يا جماعه، بلاش ننفق، ما هي دي مشكله القطه اللي بتبقى جمل. يا عمرو احنا بننفق ولا انت بتنفق؟ احنا بنتكلم فيها يا عمرو. ثواني، مصر كلها يا عمرو، وانت عمرو ماليش دعوه بمصر كلها يا عمرو ده قلب بحر، قلب ضربه حره، ان في حدث مع حيطه بتبقى واخده زاويه. الشناوي الحارس الذي قاد فريقه لبرونزية العالم للأندية، جميع الناس أشادت برأيه وبمستواه، وحنروح بعد كده بشكل دقيق لده، بيتقال إن هو أشبه بفكرة القطة اللي بتتحول لجمل. أنا عايز أفكركم إن أستاذ عمرو الدرديري كان عنده رأي قبل كده بمناسبة القطة والجمل، إن أبو جبل أفضل بكتير من الشناوي. أين هو أبو جبل فنيا الآن؟ مين اللي نفسيا قدر يستحمل في المنافسات وفي اللقاءات الكبرى ويوصل بفريقه لمنصات التتويج؟ ده الكلام العملي. فكرة ان انا اقيس اقول اصل دخل فيه هدف النهاردة، فهي دي الكوميديا، ان انا اقول ان دخل فيه هدف النهاردة، ففين الشناوي اللي انتوا بتقولوا؟ لو انت بتقيم الموضوع بالاجتزاء ده فاكيد المشكلة مش هتكون عند الشناوي، واكيد ده نوع مش من النقد اللي الشناوي يرجع له او يهتم بيه ان هو يأثر في مستواه او لا. الاراء اللي زي دي بنعرضها عشان نشوف هل ده رأي لوجهته يتقال من باب ان انا بقيم وبفيد وبأسري المشاهد بمحتوى، ولا طالع بقول حاجة عكس الاتجاه عشان فعلا الرأي القطة يبقى جمل.
بص، هو بمناسبه خطا اللي هو بيتقال ان هو خطا محمد الشناوي في الهدف اللي دخل في مرمى طلائع الجيش، اللي هو بيتحمل جزء من المسؤوليه ولكن ادى مباراه عالميه في مباراه طلائع الجيش، بيقول مش الهدف ده اللي يخلينا نتكلم او بيقف عند الهدف ده، برغم ان لما اتكلم عن جنش وابو جبل قال انا ضد ان جنش يقف اساسي عشان ابو جبل غلط في هدف. صحيح. فبالتالي المعيار مختلف، لكن الاهم من المعيار المختلف هو الفكره كلها ان انت بتجيب اثنين، حد بيمثل اعلام النادي الاهلي او هو اهلاوي بطبعه بيشجع الاهلي، وحد زملكاوي وكل واحد بيقول رايه. فاللي بيعمله الاستاذ عمرو ان هو اساسا بيحجر على راي الاستاذ علاء عزت، مش عاوزه يقول رايه. انت شايف ان ابو جبل هو افضل حارس، عادي جدا وجهه نظرك، لكن لما يجي الاستاذ علاء عزت يقول ان الشناوي افضل حارس، فالمفترض تتقبل وجهه نظره، خاصه ان وجهه نظره دي وجهه نظر يعني متطابقه مع، لو قلنا فنيين هنقول الامر كويس جدا، يعني خلاص في حد دارس او مدرب حراس مرمى بيقول وجهه النظر دي فالامر متوافق. لكن كمان الاصعب ان لما يكون ليك منافس في مركزك هو اللي بيعترف ان انت الافضل على الاطلاق، ده نسميه ايه؟ نسمع تصريح جنش وهو بيتكلم عن افضل حارس مرمى في مصر. من هو حارس مصر الاول الان؟ الشناوي. انا بقول لك بصراحه راجل ماشي بشكل كويس فتره كبيره جدا، سنه لغايه دلوقتي سنه، صح؟ بشكل كويس. ما تقدرش تقول ابقى كذاب لو قلت حاجه غير كده. طب ليه ما بعرفش ما ادعمش زميلك؟ جبل ماشي بشكل كويس، ولكن انا بتكلم في الناس بتحبني عشان انا حقاني. بص، من الصعب جدا ان حارس مرمى نادي الزمالك يطلع يقول ان افضل حارس مرمى موجود في مصر حاليا هو حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن البعض قال لاسباب جنش تخص علاقته بابو جبل. انا ماليش علاقه بالاسباب دي، هو عاوز يهز ثقه ابو جبل في نفسه، هو نجح في ده ولا لا ده مش موضوعي، لكن موضوعي ان حارس مرمى نادي الزمالك حاليا، وجنش له تاريخ كبير مع نادي الزمالك، بيطلع بمنتهى السهوله يقول ان محمد الشناوي هو افضل حارس مرمى في مصر. طيب لو افترضنا ان هو تصريح من جنش يخص العلاقه بينه وبين ابو جبل، مثلا، حتى لو تصريح فيه ذكاء فعلا، ولكن انا عايز اكد معاك على حاجه برضو. جنش من النوع اللي عنده الانا عاليه بالزبط. هو حارس مش سهل ان هو يطلع ويقول ان الشناوي اعلى. هو على فكره كان ممكن يقول مش شايف ان حد فيه فارق مستوى كبير، ده التصريح الطبيعي بالظبط. ولكن جنش وصل لمرحله زي ما اسامه قال ان هو شايف ان يقدر اي حد مستريح وهو قاعد يقول فكره ان الشناوي افضل حارس. بس كمان لما يبقى في حارس فعلا يستحق التحيه زي كابتن محمد عبد المنصف اللي في السن ده بيدي العطاء ده، ولما يتسأل عن رأيه في الشناوي يكون رأيه اللي هتسمعوه ده. نطلع ونسمع الفيديو. قبل ما اشكرك، ده سؤال مش محتاج تفكير، محتاج رد على طول في ثانية. لو قلنا النهاردة الحارس رقم واحد في مصر من وجهة نظرك مين؟ طبعا محمد الشناوي طبعا. لو قلنا ان محمد عبد المنصف بينافس حارس على المركز الثاني، ممكن يكون مين؟ ممكن يكون ابو جبل للمرحلة اللي فاتت. طبعا ممكن يكون ابو جبل المرحله اللي فاتت، والان محمد الشناوي. وهو بيتكلم في ايه؟ لو قال له تنافس حارس تاني الصداره للشناوي محسومه. هنا برضو ده مهم في ايه؟ ان انت عندك دلوقتي ترمومتر مقياس الحراس في الدوري المصري هو محمد الشناوي. انا اسف يا استاذ عمرو الدرديري، لما انت بتيجي حاليا تسال اي حارس بتقول له انت فين من مستوى الشناوي، وده مش عيب وده مش اساءه للحراس. بالعكس، انا لما احط حارس زي ده بالبطولات دي وبالانجازات دي والمستوى الثابت ده ان هو تارجت ليا ان انا اوصل له، ده الصح. انما ابسط حاجه ان اطلع اقول على حراس ثانيه افضل، واطلع اقول هو فين الشناوي اللي انتوا بتضخموه، وفي النهايه انا ما بفتش فريقي وما بفتش الناس اللي بتسمع، لان انا ببساطه بوصل لهم ان الراجل ده مش مجتهد فابعدوا عنه. فانت هتلاقي الحارس ما بيشتغلش على نفسه بتاعك لانه هو مقتنع ان هو افضل وفقا لكلامك، وهو بعيد فعلا في المستوى. رساله نتمنى تكون وصلت للبعض يا اسامه، خصوصا ان احنا ناقشناها بهدوء وفي اطار
الناس اللي بتوضح رأيها من غير انحياز. أنا عجبني جدا رأيك في الكابتن محمد عبد المنصف، بالفعل قدم مباراة جيدة ومتألق، قدم مباراة جيدة أمام الأهلي وأمام بيراميدز وأمام الزمالك، واضح جدا إن هو مركز، وطبعا بنتمنى له التوفيق. والحقيقة كمان لما يقول إن الشناوي بفارق مسافات كبيرة جدا عن أقرب منافس ليه، وإنه بيدخل نفسه في تألقه ده في منافسة على المركز الثاني في حراسة المرمى مع أبو جبل، ده شيء أكيد يحسب للشناوي. والحقيقة الغريب جدا إن إحنا في وقت تألق محمد عبد المنصف في السن ده ما سمعناش عن اي حد بيقول يروح منتخب مصر عشان يتكرم، زي ما كان بيتقال على حارس اخر يروح منتخب مصر عشان يتكرم لهدف يخص جماهير النادي الاهلي. ده كان موضوع الشناوي.